وده طبق الفتة التحفة اللي هنعمله مع بعض النهاردة. النهاردة أول يوم عيد الأضحى، كل سنة والجميع بألف خير، عيد سعيد عليكم. عيد أضحى أو عيد كبير ما ينفعش إلا بالفتة. أهو عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا العيش بطريقة جديدة خالص غير العيش الناشف اللي أنا عملته قبل كده. اسمع الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة، هتعجبك جدا. ولو أول مرة تشرفيني في قناتي ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب ودعوة طيبة. اسمع الفيديو للآخر. بصوا التحفة جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله اول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والجميع بألف خير، عيد سعيد عليكم يا رب جميعا. النهاردة هنعمل فتة، مفيش عيد من غير فتة. انا نزلتها قبل كده في فيديو على قناتي يعني وكده، بس النهاردة هنغير فيها شوية. اول حاجة جبت طبعا الحلة، حطيت فيها بصلة وورق لوري، اهو هي ابتدت تغلي. هي دلوقتي هنزل اللحمة. اللحمة غسلتها غسلة ممتازة جدا، انا على فكرة بعصر عليها ليمون وانقعها كده شوية، بتخليها حلوة او ميبقاش فيها اي ريحة. وجهزت بقى دلوقتي دي الحلة اللي هعمل فيها الطماطم، ودي الحلة اللي هعمل فيها الرز. بصي انتي لما ترتبي حاجتك وتنظميها كده هتبقي مرتاحة. هنقول تاني برضك مش هننسى فيتامين تاء، تنظيم ترتيب تنظيف تنظيم ترتيب. خلاص تمام. وهنا طبعا جهزت العيش. انا قلت لكم الاول احنا بنجيب رغيف العيش عادي خالص، بيبقى طري، بنحمصه كده في الفرن، بحطه على الشبكه واشغل الفرن كده، هدي الفرن واشغله لحد ما يتحمص معايا، يبقى بالمنظر ده اهو، يبقى مقرمش كده وجميل. عايزه تاكليه كده بجبنه وخيار مفيش اي مشكله. اهم دول زيادة، دول اللي انا كسرتهم، اهم هكسرهم على قد بقى اللي احنا هنعمله. بصوا في ناس بتعمل ايه، بتجيب العيش دوت وتجيب الزبدة والثوم، تشوح التومة كده وتحط العيش بس فيه، او تحط التومة والزبدة والعيش وتقلبه على بعضه وتدخله الفرن يتحمص، مفيش اي مشكلة. لا انا هعملها بطريقة تانية خالص. المرة اللي فاتت يعني يا دوبك حطيت عليها شوربة بسيطة قوي كده وكان العيش لسه بيقرش، لا انا النهاردة هعمل العيش طري خالص. دي طريقة تانية خالص غير الطريقة الأولانية اللي أنا منزلاها. هنتابع مع بعض هنشوف هنعمل ايه. ادي العيش حبيت اوريهولكوا دوت قبل ما يتكسر، وده بعد ما كسرته وجهزته. هترتبي حاجتك، هترتبي مقاديرك وتنضفي حواليكي، الأكل هيطلع ممتاز جدا وتمام، وهترتاحي كمان وانتي بتعملي. يلا هنبتدي كده واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى دلوقتي أنا حطيت اللحمة اهو، طبعا حطيت اللحمة، تاخدي الريمة دي كده شايفين اهي، حطها في الطبق، تاخديها كلها كده اهي عشان الشوربة تبقى رايقة وجميلة اهي، عشان انا فاكرة مش عارفة قلتلكوا قبل كده على المعلومة دي ولا لأ. اهي بصي بقى تحسي ان الشوربة رايقة وجميلة جدا، بس بقى سيبها تستوي براحتها كده. انا ما بحطش ملح في الاخر خالص، خلاص اغطيها بقى واسيبها ايه تستوي براحتها. بصوا بقى دلوقتي اللحمه اهي بتستوي تمام، وصفيت طماطم وادي التوم. هنعمل بقى دلوقتي الصلصه، هدق التوم بس دلوقتي في الكبه ونعمل الصلصه على طول. بصوا بقى دلوقتي انا جبت قطعه زبده وحطيتها في الحله تمام، ودي التوم اهو فرمته. دلوقتي هنعمل الصلصه. الزبده بس تسيح وانزل بالتوم على طول. انزل بالتوم بقى واقلب كده. كمية التوم ترجع لك انت، انتي عايزة توم اكتر من كده، التوم ده مناسب وكويس ايه على حسب ما انت عايزة. دلوقتي اهو اقلب بقى لحد ما التوم ياخد معايا لون، يكون يعني بسيط كده، ذهبي بسيط كده. هنا
هعمل ايه؟ التوم كده بكون مجهزه الخل جنبه، علشان احنا التومه دي هنقشها كده بالخل قبل ما نحط الطماطم، اسمها فته بالخل والتوم. زيتين كده وانزل بالخل. اهو كده حلو قوي. انزل بقى بالخل. الخل ده. وبعدين هنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده احط بقى الملح والتوابل بتاعتي واسيبها ايه لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. بقى دلوقتي معايا 7 بهارات وفلفل اسود وملح، بس دي التوابل اللي هحطها على الصلصه. بس كده واقلب. كل ده عشان يمتزج التوابل بالطماطم كلها، واغطي عليها بقى واسيبها ايه تستوي مع نفسها. يلا بقى نبتدي نحضر للرز. بصوا بقى دلوقتي هنعمل الرز. هنجيب زبده على زيت اهو، وده 5 كوبايات رز. هننزل بقى بالرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بقى بالرز كله، هشوحه بقى لحد ما يخرز. يخرز يعني ايه؟ يعني يعمل صوت كده. احنا مش عايزين طبعا نحمره، احنا بس ايه نخلي الزبده والزيت كده يتغلفوا، او الرز يتغلف بالزبده والزيت ويعمل صوت كده، يبقى كده تمام عشان يبقى مفلفل. وانتي بقى شغاله كده بتعملي الاكل، نضفي حواليكي البوتاجاز في حاجه اهو تنضفيه، في طبقين مثلا في الحوض، ظبطي مطبخي كده علشان لما خلاص تخلصي الاكل يبقى مفيش الا الاطباق بس بتاعت الاكل، ما تحسيش بايه بتاعك. اشوح كده بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسالك البركه في كل شيء والى في قريش. طبعا انا قلتها اول ما ابتديت في اعمال الاكل، وصليت على رسول الله عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه وتم التسليم. عايزه اقول لكم على دعاء جميل قوي علشان تتخلصي كده من الشيطان. في اول هتقولي في اول اليوم وفي اخر اليوم بتقولي ايه؟ بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان، اعوذ بالله من الشيطان. تاني، بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان، اعوذ بالله من الشيطان. ان شاء الله ايه الشيطان مش هيبقى معانا خالص في اليوم ده. ما تقولي في اول النهار وفي اخر النهار، وطبعا في اول النهار بردك تقولي او في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات، وبالليل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات. ولو عايزه بقى الدعاء يستجاب، ربنا يبارك لك في كل حاجه، قل هو الله احد لمده 3 ايام 11 مره الصبح 11 مره بالليل. دي بقى فيها سر عظيم جدا جدا جدا. ربنا يبارك له الشيخ محمد ابو بكر، كان بيقول يعني اللي عايز حاجه بقى من ربنا يعمل كده ويطلب من ربنا، ربنا ان شاء الله يستجيب باذن الله. بص بقى كده اهو، هشوح كده. بصوا بقى هشوح فيه لحد ما اوريه لكم ما يخرز باذن الله. بصوا بقى دلوقتي انا نقلت الرز اهو على العين الصغيره، مستمره برده في التشويح اهو. وهنا جبت زبدة على زيت عشان نعمل العيش بقى. اقول لكم احنا بنعمله ازاي. وادي الثوم المفروم اللي انا هحطه، الزبدة بس كده تسيح وانزل بالثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في ناس بشوفها بتعمل الفتة بثوم كتير جدا، فهو كتر يعني كل حاجة زيادة عن حدها بتتقلب لضدها. فايه على ايه؟ احنا أمة وسطة، يبقى خير الأمور الوسط، يبقى كل حاجه لو مشينا على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد، ان احنا نبقى ممكن نوصف كل حاجه، كل حاجه هتبقى زي الفل.
الواحد كده، مش هغمقه برضه. العيش اهو وادي الشوربه، اللحمه وادي الصلصه وادي الرز وادي اللحمه بس كده. خلص بقى، نستنى لما اللحمه تستوي نزود العيش ونزود الرز، يبقى كل كده تمام. هما على فكرة التوم مش كتير، بس انا فرماه يعني فرمة ناعمة كده، فتحس ان هو ايه كتير، ما مش كتير ولا حاجة، على قد كمية العيش. العيش ما شاء الله كتير. طيب شايفين العيش كده، التوم كده بس كده. هنزل بقى بالعيش، هحط الباقي دول كده عشان ايه يبقى فيه شوية عيش كده مروق كده. بص زي كده، ده مش عايزة احط بس كده. اقلب بقى، حوطت خالص، اقلبه تقليبه ايه حلو بقى. انزل الثوم بكل ده، اقلبه كده واوريه لكم عشان انا ماسكه كتير دلوقتي. انا قلبت اهو كله كده، اللي تحت جبته فوق واللي فوق تحت اهو. تحس ان العيش اتغلف بالزيت والزبده والثوم اهو. هقفل عليه بقى النار لحد ما اللحمه تستوي، ازوده بقى شوربه. هقول لكم ازوده ازاي واعمله ازاي اهو. في ناس بتعمله كده بس، تحط عليه الزبده والثومه وتحمص كده شويه على النار وخلاص. لا انا عملته المره اللي فاتت كده، ما يعني ايه ما دخلش دماغ الولاد. هقول لكم بقى على طريقه النهارده، يمكن تعجبكم. ماشي، انا قفلت كده عليه. بصوا بقى هغير كده، احط ايه قفلت اهو، نشغل العين تاني نوطيها. نحط الرز هنا كده تاني ونقفل هنا، ونحط ايه العيش بس كده. انا حاطه الصينيه دي كده عشان احط عليها المعالق اهو. هوطي بس النار، انا بوطي النار علشان مش عايزه الرز يتحمر، انا عايزاه بس يخرز معايا او يشخلل كده يعني يعمل صوت. تمام دلوقتي خلاص الرز اهو. بصوا بقى كده اهو، اهو عمل صوت اهو، يبقى كده تمام. والعيش خلاص، وال ادي الصلصه كمان خلاص اهي. فاضل بس اللحمه تستوي، نزود بقى الرز ونزود العيش، ونشوف كل ده في طبق التقديم باذن الله. بصوا بقى دلوقتي خلاص اللحمه ما شاء الله استوت وبتغلي اهي. دلوقتي بقى هزود ايه الرز. بصوا بقى زودت اهو، ظبطت بقى، ظبط الملح بتاعه وايه ونغطيه، غطي عليه اهو تمام. والرز بقى العيش بقى هزوده بردك كمان. اقول لكم بصوا بقى دلوقتي خلاص انا غطيت عليه، ودي كمان اهو العيش. هجيب بقى المصفه بتاعتي كده وايه، انا مشغله دلوقتي البوتاجاز، وانزل كده بالشوربه اهو. هزوده بصوا بقى زودت العيش قد ايه اهو، شايفين الشوربه لحد كده حلو قوي علشان ما يعجنش. انا عملتها مره وهو العيش ناشف، زي ما انتوا بتعملوه عادي، بتحمصي العيش كده في الفرن بالزبده والثوم وتحطيه، وبعدين تحطي عليه الرز والصلصه واللحمه. عملته بالطريقه دي ما عجبش الولاد، انما بالطريقه بتاعتي دي جميل قوي. لو عندك اطفال، عندك حد كبير، العيش بيبقى جميل قوي، ما بيشدش كده اهو. اظبط بس الملح بتاعها بس، وهغطيها بقى. شفنا غطا كده للصينيه دي، وريكم بقى بعد ما كل ده يستوي.
حمر اللحمه لحد ما الرز يستوي والعيش يخلص، ونشوف كل ده بقى ان شاء الله مع بعض. بصوا بقى دلوقتي خلاص هو العيش خلص، بصوا جميل ازاي، ودي الرز كمان خلص، والطماطم الصلصه هسخنها بقى، وهنا تسخن. بس ادي اللحمه بقى، احمر اللحمه. انا ما كترتش في اللحمه، بس ده كيلو وربع لان الولاد ما بيحبوهاش محمره قوي. هبتدي بقى احمر اللحمه ونشوف كل ده في طبق التقديم باذن الله. بصوا بقى دلوقتي خلاص كله خلص، انا بحمر اللحمه اهو مغطيه بس عليها، وادي العيش، وادي الصلصه، وادي الرز. طلع بقى اللحمه ونشوف بقى نعمل طبق التقديم ازاي. بقى انا كده في جزء من اللحمه كمان هنا في الطاسه بحمره، اول ما اللحمه بتتحمر بحط عليها ملح وفلفل. هنعمل طبق التقديم، بعتذر عن الصوت اللي بتاع الاطفال اللي ورا كده، لان المطبخ بتاعي على شارع، فبصراحه بيبقوا قارفني طول الليل والنهار اصواتهم كده، سامعين؟ بص بقى بحط العيش اهو اهو، تمام، تحفه طعمه والله، جربوا الطريقه دي هتلاقي طعمه خطير جدا. بصي بحط العيش كده اهو، تمام، وبعدين الرز، اجيب بس معلقه نظيفه للرز عشان كل حاجه تبقى نظيفه كده. حط بقى الرز كده، هفرد الرز. بصوا بقى الرز مفلفل وتحفه ازاي، بصوا بصوا ايه رايكم بقى في الجمال ده، تحفه جدا اهو. نحط بقى الصلصه، هوريكم بس المغرفه الصغنونه المحندقه التحفه دي اهو اهو. كده تمام، بس اللحمه بقى واوريكم الطبق في الاخر. دي خلاص الفته اهي بعد ما خلصت وحطيناها في طبق التقديم، بصوا بقى الجمال تحفه جدا. انا اوريكم كل حاجه، اوريكم كل مرحله كده عملتها، العيش لوحده والرز لوحده واللحمه، وادي الشكل النهائي اهو، خطير جدا تحفه. بصوا حاجه كده ما حصلتش، اتمنى انها تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.